بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الدرس 47 من شرح غاية المراد في الاعتقاد للعلامة نور الدين السالمي رحمة الله عليه، وما زلنا في الباب الأخير وهو باب الإمامة. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن المسلمين أصابتهم تلك الداهية الدهماء التي فرقت بينهم، وذلك بعد خروج معاوية بن أبي سفيان من الشام لقتال الخليفة الشرعي الرابع وهو الإمام علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه. وكما قلنا أن المسلمين لم يكونوا شاكين في أمر هذه الفئة الباغية، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه ستكون من بعده فتن كقطع الليل المظلم، ولكن بويع لأبي بكر الصديق بعد وفاته، وكادت أيضا الفتنة أن تقع لولا أن لطف الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. وبعد ذلك جاءت أيضا الفتنة الثانية وهي حروب الردة التي أخضعها الصديق رضي الله تعالى عنه بحزم. وبعد وفاة الصديق وفي زمنه دانت له الجزيرة العربية، بويع على الخليفة الثاني عمر رضي الله تعالى عنه، والحمد لله انتشرت الفتوحات وأيضا سارت الأمور على ما يرام. ثم بعد وفاته أيضا وبعد حزمه بويع للخليفة الثالث وهو ذو النورين عثمان بن عفان. وعلى كل حال في بداية الأمر سارت الأمور على ما يرام، إلا أن سيدنا عثمان نقم عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أمورا لم تعجبهم من شأنه، وأدى بعد ذلك إلى حصاره وأدى إلى مقتله كما هو معلوم. وهنا مغالطة تاريخية يذكرها بعض الناس الذين لا يتحرون الحقائق أو ربما لا يتورعون في أمر دينهم، فيقولون أن الذي قتله هم الخوارج، وحقيقة الأمر أن الذين قتلوهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هم بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت بعض كتب السير أولئك الذين حاصروه وقتلوه، وبعض كتب التاريخ كذلك. ثم بعد ذلك بويع بالخلافة للخليفة الرابع وهو الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وهنا حصلت فتنتان عظيمتان في الأمة الإسلامية. الفتنة الأولى وهي فتنة موقعة الجمل، حيث خرجت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بصحبة معها طلحة والزبير للمطالبة بلم عثمان، وكادت يعني الأمور أن تسير بحسب التفاهم، إلا أنه حصلت بينهم المناوشة وأخضعهم الخليفة علي بن أبي طالب وهو الإمام الشرعي، ورجعت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وفكت هذه الأزمة، إلا أنه لم تلبث هذه الفتنة أن تنتهي إلا أن خرج معاوية من الشام وهو الذي كان عاملا أو كان واليا استخلفه الخليفة في الشام، ثم عزل إلا أن خرج بجيش من هناك إلى الخليفة الشرعي أو على الخليفة الشرعي مطالبا ومستمرا في المطالبة بدم عثمان، وفي الحقيقة أنه يريد الخلافة، مما يؤكد ذلك أنه استمر في القتال حتى دانت له الخلافة. على كل حال هنا صارت فتنة عظيمة، وكادت الأمور في بداية الأمر تسير لصالح الخليفة الشرعي الرابع لولا أن جاءوا بتلك الداهية العظيمة عندما رفعوا المصاحف على السهام ونادوا بتحكيم أمر الله عز وجل. فهنا انقسم جيش الإمام علي بن أبي طالب إلى قسمين، قسم يسمى بالمحكمة والذين عرفوا بعد ذلك بالخوارج، ومنهم الزيدية والنجدية والصفرية، ولا شك أن في ذلك الخروج أيضا الذين كانت النواة الأولى لتأسيس أو الذين كانوا من النواة الأولى للمذهب الإباضي، إلا أن المذهب الإباضي لم يكن يستمر على ما استمر عليه الأزارقة والنجدية والصفرية من خروجهم واستعراضهم وقتلهم للمسلمين، بل سكتوا وخرجوا ولم يرضوا مسلك أولئك وقعدوا عن القتال، فلذلك سموا بجماعة القعدة حيث لم يرتضوا مسلك الخوارج. ومن هنا يبين الفرق الكبير الشاسع بين الخوارج وبين أصحابنا. على كل حال كانوا من المحكمة الأولى، وهذا مما يدل على أن جيش الإمام علي بن أبي طالب انقسم
إلى قسمين، وبعد ذلك الانقسام لم تقم له قائمة، حيث جاءت مقتلة النهروان، وذلك ربما نفرد له تفصيلا آخر، وقاتلهم الإمام علي بن أبي طالب وضعف جيشه بعد ذلك، ولم تقم له قائمة بعد ذلك، وانتهت النتيجة على كل حال بأن التحكيم باطل كما هو واضح لا يخفى من كتب التاريخ، وكذلك بسقوط الخلافة الراشدة، ثم بعد ذلك ما أورث ذلك من الملك العضوض ومن الملك الجبري كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فيكم الخلافة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضا فتكون ما شاء، أو ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. إذن ذلك ما حدث على كل حال، وتلك أقدار الله سبحانه وتعالى يسيرها كما يشاء جل وعلا، وأولئك الذين على كل حال من المسلمين ممن ارتضوا ذلك القتال، وارتضوا عدم الخضوع للخليفة الشرعي، وارتضوا ذلك المسلك، لا بد أن تصيبهم تلك الداهية، لأن الله تعالى يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فسنن الله تعالى لا تتغير ولا تتبدل، وحدث ما حدث من القتل، وحدث ما حدث في ذلك الزمان، ولا نريد أن نخوض كثيرا في تلك التفاصيل، فإنها مبثوثة في كتب التاريخ. ونقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وإنما نذكر هذا من باب التاريخ، ومن باب أننا نسأل الله تعالى أن يطهر هذه الأمة منه، ومن باب أيضا شرح هذه المنظومة، ليعرف أولئك الذين يطلبون المعرفة في تلك الأحداث، وإلا فهي مذكورة على كل حال في كتب التاريخ. وهنا العلامة أبو مسلم البهلاني نسج بيراعه الموهوب في قصيدته النهروانية ذلك الأمر وتلك الفتنة، فقال: تحزبت الأحزاب بعد محمد، فكل إلى نهج رآه يصير، وقرت على الحق المبين عصابة، قليل وقل الأكرمين كثير، هم الوارثون المصطفى خير أمة، لمدحهم آي الكتاب تشير، أولئك قوم لا يزال ظهورهم على الحق ما دام السماء تدور، على هضبات الاستقامة خيموا، إذا عوج أقوام وظل نفير. وكذلك مما قال في شأن تلك الفئة المؤمنة التي ثبتت على الحق وحكمت كتاب الله سبحانه وتعالى، بينما الفئة الأخرى صار فيها ما صار من القتل. أما هذه الفئة وهي فئة أهل النهروان، قتلوا أغلبهم، وبقي منهم أجزاء ساروا في البلاد، وبعد ذلك كانت بعضهم ما كما نشأت منهم مذاهب معتدلة، وهو المذهب مذهب أهل الحق والاستقامة، و بقيت أيضا بعض المذاهب التي صارت خوارج معروفة، خوارج ضلت فصارت مارقة من دينها، صفرية أزارقة، فحكموا بحكم المشركين بغيا على بغاة المسلمين. وأمة المختار فارقتهم وضللتهم وفسقتهم، وظهرت فيهم عن المختار جملة أخبار مع الآثار، وفيهم المروق يعرفن، ومنهم لا شك نبرأن. فأصحابنا إذن لم يرتضوا ذلك المسلك، وهنا أثنى عليهم العلامة أبو مسلم أيضا ثناء كثيرا عندما قال: يغادرن فيه منزلا بعد منزل، يكاد بها الشوق الملح يطير، تدثرن خيل الله حتى بلغنه، وواحدها في العالمين دثور، وردن مياه النهر غرثا صوادئا، وليس لها حتى اللقاء صدور، أوان في مرج الرجاء رواتع، وللخوف في أحشائهن زفير، غسلن به أحكام سهم وأشعر، ودرن مع القرآن حيث يدور، نحرن عقيب الدار بازل ناكث، وأمسى بصفين لهن هرير، فلو قدرتها هاشم حق قدرها، هشمن ابن صخر للحروب صخور، ولكن وها راي وخامت عزيمة، فحكم خصم واستبيح نصير، بني هاشم عمدا ثللتم عروشكم، وفي عبد شمس نجدة وظهور، على غير ذنب غير إنكار قسطهم، وللجور من نفس المحق نكير، قتلتم جنودا حكموا الله لا سوى، وقالوا علي لا سواه أمير، فيا لدماء في حروراء غودرت، تمور وأطباق السماء تمور.
وأنفس صديقين أزهقها الردى، وشقت عن التقوى لهن نحور، مخردلة الأشلاء للطير في الفلا، وهن بجنات النعيم طيور، على جنبات النهروان عقائر، كما وفيت بالمشعرين نذور، أبيد خيار المسلمين بضحوة، كما نحرت للميسرين جزور، يعجون بالتحكيم لله وحده، وهامهم تحت العجاج تطير، فيا أمة المختار هل فيك غيرة، فإن محب الله فيه غيور، ويا ظهرة الإيمان هل فيك منعة، وهيهات عزت منعة وظهير، ويا لرجال الله أين محمد، وناصره بالنهروان عقير. إلى أن قال معاتبا أبا حسن ذرها حكومة فاسق، جراحات بدر في حشاه تثور، أبا حسن أقدم فأنت على هدى، وأنت بغايات الغوي بصير، أبا حسن لا تنس أحدا وخندقا، وما جر عير قبلها ونفير، أبا حسن أين السوابق غودرت، وأنت أخوه والغدير غدير، أبا حسن إن تعطها اليوم لم تزل، يحل عراها فاجر ومبير، أبا حسن أطلقتها لطليقها، وأنت بقيد الأشعري أسير، أتحبس خيل الله عن خيل خصمه، وسبعون ألفا فوقهنها صور، أثرها رعالا تنسف الشام نسفة، بثارات عمار لهن زفير، وسك ثغور القاسطين بفيلق، له مدد من ربه وظهير، فلم يبق إلا غلوة أو تحسهم، ويبكي ابن صخر قبة وسرير، فما لك والتحكيم والحكم ظاهر، وأنت علي والشآم تمور. إلى أن قال في تلك الفئة التي قتلها في النهروان: سمعناك تنفي شركهم ونفاقهم، فأنت على أي الذنوب نكير، وما الناس إلا مؤمن أو منافق، ومنهم جحود بالإله كفور، وقد قلت ما فيهم نفاق ولا بهم جحود، وهذا الحكم منك شهير، فهل أوجب الإيمان سفك دمائهم، وأنت بأحكام الدماء بصير، تركتهم جزر السباع عليهم، لفائف من إيمانهم وستور، مصاحفهم مصبوغة بدمائهم، عليهن من كتب السهام سطور، وكنت حفيا يا ابن عم محمد، بحفظ دماء ما لهن خطير، وكنت حفيا أن يكونوا بقية لنصرك حيث الدائرات تدور. إلى أن قال بعد ذلك: فيا فتنة في الدين ثار دخانها، وذاك إلى يوم النشور يثور، نجونا بحمد الله منها على هدى، فنحن على سير النبي نسير، بصائرنا من ربنا مستمدة، إذا اشتبهت للمارقين أمور. إلى أن ختم هذه المنظومة. وعلى كل حال هي فتنة أصابت المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يجمع شمل المسلمين على خير، وأن يوفق المؤمنين للم شملهم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.